بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وما شاء الله، هؤلاء الشباب الأربعة اليوم، الطالب عبد الله الشيخ والطالب أيضا حسن الشيخ أخاه الشقيق، قد أتموا حفظ جزء عما غيبا وبإتقان، وبدأوا بحفظ جزء الملك. جزاك الله خيرا أخي عبد الله، وهذه شهادة مقدمة من مسجد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة أيضا للطالب حسن الشيخ أيضا مقدم من مسجد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم العواصف الثلجية التي مرت على اسطنبول، ما كانوا يوما يقصرون على هذا المسجد، يأتون بشكل يومي ما بين المغرب والعشاء. وعندنا الطالبان المتفوقان أيضا اللذان أتما قراءة كتاب القراءة العربية السليمة الجزء الرشيدي. الطالب الأول سعد دسم، جزاك الله خيرا يا أخي سعد، أيضا هذه شهادة مقدمة من مسجد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطالب الأخير عندنا الطالب أحمد بطل، وكل آخذ من اسمه نصيب. هذا الطالب الصغير ما شاء الله قد أتم كتاب القراءة العربية السليمة الجزء الرشيدي بإتقان، وأسأل الله تعالى أن يجعلكم من الصالحين المصلحين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وكل الأهالي الكرام يتمنون أن يكونوا أولادهم بهذا الموقف الجميل المشرف، أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه فرصة لا تفوت، أن المسجد أصبح في سلطان بيلي للجميع، وهذه الدعوة من منبر هذا أدعوكم إلى هذا المسجد بشكل مجاني. التدريس هنا في هذا المسجد بشكل مجاني، لا نتقاضى أي أجور. ونأخذ الآن دعاء الختام، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك وسواك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم شافنا وشاف مرضانا، اللهم شافنا وشاف مرضانا، اللهم وعافنا وعاف مبتلانا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الطلاب المتفوقين. بارك الله فيك يا أخي حسن، وجزاك الله خيرا على هذا الحفظ المتقن. الطالب أحمد بطل، ما شاء الله عليك يا أحمد أخي، بارك الله فيك. أخي سعد دسم أخي عبد الله، نقبل بعض من الأكتاف، وهذه السنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.